مرحبا، أكلتنا اليوم هي سماق ربيع أو الكبة الحامضة على طريقة الوالدة، سهلة وطيبة بنفس الوقت، وأتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد، والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف. أنا متأكدة من تجربوها راح تعجبكم كثير. تابعوا الفيديو خطوة بخطوة. نحتاج للحشية 4 معالق أكل زيت، وكيلو إلا ربع لحم مثغوم، وملح حسب الحاجة، ونقلبه. ومن ينشف ماء اللحم نضيف 1/2 ملعقة كوب فلفل أسود ونقلبه، ونضيف 6 بصلات حجم وسط، بصل أحمر مثغوم ناعم، ونقلبه. ومن تستوي نطفي النار ونضيف الكرافس ونقلبه ونتركه تبغد. نحتاج 5 كواب جريش وكوب ونص نعمة البرغل ومعلقة أكل ملح ونخلطهم. بالبداية نضيف 3 أكواب ونص ماء ونخلطهم، وتبقى كمية الماء حسب نوع الجريش، لا تضيفون كل كمية الماء بالبداية. ونغطيها ونتركها ربع ساعة، وبعد ربع ساعة راح نعرف ايش قد راح تحتاج ماء بعد. وبهذا الوقت نعمل مغاقط الكبة. نحتاج عود السلق و3 أوراق سلق وكيلو طماطة، أما نفعسها بإيدنا ونصفيها أو نخلطها بالخلاط ونصفيها. نثغم عود السلق ناعم وقسم منه نثغمه خشن. ونحط الدسة على النار ونضيف 1/2 كوب زيت ونضيف السلق اللي ثغمناه ونقلبه بالزيت. ونضيف فليفلة حادي، الفليفلة حسب الرغبة بس تعطيها طعم أطيب. ونضيف رشة ملح. ونضيف كوب حمص مسلوق ونقلبه. ونضيف 3 معالق أكل معجون طماطم، نقلبه مشوية تنقلي. ونضيف عصير الطماطم اللي حضرناه. ولترين ماي. ونتركهم على النار 5 دقائق تغلي ونطفيها. وبعد ربع ساعة ضفتوا 1/2 كوب ماي، يعني كمية الماي اللي ضفتوها 4 أكواب. وتبقى كمية الماي حسب نوع الجريش، يمكن تحتاجون 4 أكواب أو شوية أقل أو شوية أكثر. وشوية زيت على إيدنا ونقطعه. ومباشرة نقطعه ونكبكبه، وناخذ قطعة من العجينة ونفتحها بهذه الطريقة، وكل ما كانت رقيقة تكون أطيب. ونقفلها بهذه الطريقة، وشكل الكبة يبقى حسب الرغبة. أنا عملته 3 أشكال، والشكل اللي يعجبكم اعملونه.
بالنسبة لهذا الشكل أمي تعمله وأنا يعجبني كثير، شكله يطلع يشبه التين. ونرجع نحمي مغاقة الكبب ومن تغلي نضيف ملح حسب الحاجة. ونخلي نص كمية الكبب بالبداية حتى لا تلزق، ونخلطها ونغطي الدست، وبس يغلي نضيف كل الكمية ونغطي الدست. ونحرك الكبب مرتين أو ثلاث مرات حتى لا تلزق. وإذا كانت تحتاج زيت نضيف له، خليته له معلقتين أكل. وتاخذ وقت تقريبا على النار نص ساعة وتستوي. وهذه كانت أكلتنا اليوم، أتمنى تعجبكم، وإذا كان عندكم أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات أجاوبكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، وألف عافية.